بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. مرحبا بكم في سلسلة شرح كتاب الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، فرقة أهل السنة والجماعة، ومع الحلقة التاسعة بعنوان بيان مذاهب المشبهة من شتى الأصناف. تتضمن هذه الحلقة الإجابة عن السؤال التالي: من هم المشبهة وما عدد أصنافهم، ولماذا سموا بهذا الاسم، وكيف ظهر التشبيه في الإسلام، وما عدد فرقهم، وما حكم الإسلام فيهم؟ كل هذا وأكثر سنعرفه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك وشير حتى ينتشر العلم ويعم الخير، فالدال على الخير كفاعله تماما في الأجر والثواب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من هم المشبهة؟ قال عبد القاهر البغدادي: اعلموا أسعدكم الله أن المشبهة صنفان، صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره، وصنف آخر شبهوا صفاته بصفات غيره، وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى، منهم من ضل الطريق وحاد وماد وخرج عن الملة، ومنهم من هو على الملة. الصنف الأول من الفرق التي ضلت الطريق المشبهة، الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره، وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف الروافض من الغلاة، فمنهم رقم واحد فرقة السبابية الذين سموا عليا إلها وشبهوه بذات الإله، ولما حرق قوما منهم قالوا: لو الآن علمنا أنك إله، لأن النار لا يعذب بها إلا الله. رقم اثنين من الفرق المشبهة البيانية أتباع بيان ابن سمعان، الذي زعم أن معبوده إنسان من ثور على صورة الإنسان في أعضائه، وأنه يفنى كله إلا وجهه. رقم ثلاثة الفرقة المغيرية من المشبهة أتباع المغيرة ابن سعيد العجلي، الذي زعم أن معبوده ذو أعضاء أن أعضاءه على صورة حروف الهجاء. رقم أربعة منهم المنصورية أتباع أبي منصور العجلي، الذي شبه نفسه بربه وزعم أنه صعد إلى السماء، وزعم أيضا أن الله مسح يده على رأسه وقال له: يا بني بلغ عني. رقم خمسة الفرقة الخطابية المشبهة، الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأزدي، ومنهم الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر. رقم ستة منهم الحلولية من الفرق المشبهة، الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل ذلك، ومنهم الحلولية الحكمائية المنسوبة إلى أبي حكمان الدمشقي، الذي زعم أن الإله يحل في كل صورة حسنة وكان يسجد لكل صورة حسنة. رقم سبعة من الفرق المشبهة فرقة المقنعية المبيضة، ما وراء نهر جيجون في دعواهم أن المقنع كان إلها وأنه مصور في كل زمان بصورة مخصوصة. رقم ثمانية منهم العذاقرة، الذين قالوا بإلهية ابن أبي العذاقر المقتول ببغداد، وهذه الأصناف الذين ذكرناهم كلهم خارجون عن دين الإسلام، وإن انتسبوا في الظاهر إليه، وسنذكر تفصيل مقالة كل صنف فيهم في حلقات تالية إن شاء الله. الصنف الثاني فرق المشبهة التي على ملة الإسلام، قال عبد القاهر البغدادي: وبعد هذا فرق من المشبهة عدهم المتكلمون في فرق الملة لإقرارهم بلزوم أحكام القرآن، وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج عليهم، وإقرارهم بتحريم المحرمات عليهم، وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية. ومن هذا الصنف من المشبهة رقم واحد
فرقة الهشامية المنتسبة إلى هشام ابن الحكم الرافضي الذي شبه معبوده بالإنسان وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه وأنه جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق وذو لون وطعم ورائحة. وقد روي عنه أن معبوده كسبيكة الفضة وكاللؤلؤة المستديرة. وروي عنه أنه أشار إلى أن جبل أبي قبيس أعظم منه. وروي عنه أنه زعم أن الشعاع لمعبوده متصل بما يراه. ومقالته في هذا التشبيه على التفصيل الذي ذكرناه في تفصيل أقوال الإمامية قبل هذا. رقم 2 منهم الهشامية المنسوبة إلى هشام ابن سالم الجولقي الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت وأن له شعرة سوداء وقلبا ينبع منه الحكمة. رقم 3 منهم اليونسية المنسوبة إلى يونس ابن عبد الرحمن القمي الذي زعم أن الله تعالى يحمله حملة عرشه وإن كان هو أقوى منهم، كما أن الكركي تحمله رجلاه وهو أقوى من رجليه. رقم 4 منهم المشبهة المنسوبة إلى داود الجواري الذي وصف معبوده بجميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية. رقم 5 منهم الإبراهيمية المنسوبة إلى إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وكان من جملة رواة الأخبار، غير أنه ضل في التشبيه ونسب إلى الكذب في كثير من رواياته. رقم 6 منهم الحياطية من القدرية وهم منسوبون إلى أحمد ابن حائط وكان من المعتزلة المنتسبة إلى النظام، ثم أنه شبه عيسى ابن مريم بربه وزعم أنه الإله الثاني وأنه هو الذي يحاسب الخلق في القيامة. رقم 7 منهم الكرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونهاية وأنه محل الحوادث وأنه مماس لعرشه. وقد بينا تفصيل مقالاتهم قبل هذا بما فيه الكفاية. هؤلاء مشبهة الله تعالى بخلقه في ذاته. أما الصنف الثاني الذين شبهوا الله تبارك وتعالى لصفاته، قال عبد القاهر البغدادي: فأما المشبهة لصفاته بصفات المخلوقين فأصناف، منهم الذين شبهوا إرادة الله تعالى بإرادة خلقه، وهذا قول المعتزلة البصرية الذين زعموا أن الله تعالى يريد مراده بإرادة حادثة، وزعموا أن إرادته سبحانه وتعالى من جنس إرادتنا نحن البشر، ثم ناقضوا هذه الدعوة بأن قالوا: يجوز حدوث إرادة الله عز وجل لا في محل، ولا يصح حدوث إرادتنا إلا في محل. وهذا ينقض قولهم إن إرادته من جنس إرادتنا، لأن الشيئين إذا كانا متماثلين ومن جنس واحد جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر، واستحال في كل واحد منهما ما يستحيل على الآخر. وزادت الكرامية على المعتزلة البصرية في تشبيه إرادة الله تعالى بإرادة عباده، وزعموا أن إرادته من جنس إرادتنا وأنها حادثة فيه كما تحدث إرادتنا فينا، وزعموا لأجل ذلك أن الله تعالى محل للحوادث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه، فزعموا أن كلام الله تعالى أصوات وحروف من جنس الأصوات والحروف المنسوبة إلى العباد، وقالوا بحدوث كلام الله عز وجل، وأحال جمهورهم سوى الجبائي بقاء كلام الله تعالى. وقال النظام منهم: ليس في نظم كلام الله سبحانه إعجاز، كما ليس في نظم كلام العباد إعجاز. وزعم أكثر المعتزلة أن الزنج والترك والخرد قادرون على الإتيان بمثل نظم القرآن وبما هو أفصح منه، وإنما عدم العلم بتأليف نظمه
وذلك العلم مما يصح أن يكون مقدوراً لهم. وشاركت الكرامية المعتزلة في دعواها حدوث قول الله عز وجل مع فرقها بين القول والكلام، في دعواها أن قول الله سبحانه وتعالى من جنس أصوات العباد وحروفهم، وأن كلامه قدرته على إحداث القول. وزادت على المعتزلة قولها بحدوث قول الله عز وجل في ذاته بناء على أصلهم في جواز كون الإله محلا للحوادث. ومنهم الزرارية أتباع زرارة ابن أعين الرافضي في دعواها حدوث جميع صفات الله عز وجل وأنها من جنس صفاتنا. وزعموا أن الله تعالى لم يكن في الأزل حيا ولا عالما ولا قادرا ولا مريدا ولا سميعا ولا بصيرا، وإنما استحق هذه الأوصاف حين أحدث لنفسه حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعا وبصرا. كما أن الواحد منا يصير حيا قادرا سميعا بصيرا مريدا عند حدوث الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر فيه. ومنهم الذين قالوا من الرافض بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون، فأوجبوا حدوث علمه كما يجب حدوث علم العالم منا. وهذا باب إن أطلنا طال ونشر الأذيال. وقد بينا تفصيل أقوال المعتزلة والمشبهة وأقوال سائر الأهواء في كتابنا المعروف بالملل والنحل، هكذا يقول الإمام عبد القاهر البغدادي، وسوف نتولى شرحه بإذن الله بعد الانتهاء من شرح كتاب الفرق بين الفرق. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.